رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس الدكتور عيسى دبراني التقى بالأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمسة يمدغو تيري وتباحث معه بعض القضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والتحديات الراهنة التي تواجه دول المجموعة. وأشار الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمسة تياري بالقوات التشادية المرابطة التي لعبت دورا محوريا في مكافحة الإرهاب وبسط الاستقرار في المنطقة، كما تناول تعزيز المشروع المتعلق بتسهيل النقل الجوي داخل الدول. وأشار الأمين التنفيذي إلى موضوع انعقاد مجلس وزراء الذي سينظم في شهر أكتوبر المقبل لمناقشة كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي ذات السياق التقى رئيس مجلس الوزراء لمجموعة دول الساحل الخمسة الدكتور عيسى دبراني بالمندوب العام للمنظمة الدولية الساحلية ريمي هيمريك بهدف التباحث في إطار التنمية الزراعية لهذه المجموعة، وتأمل هذه المنظمة في مجال الزراعة وترقية قطاع الصمغ العربي في دول الساحل. وأكد رغبة هذه المنظمة لتطوير هذين القطاعين لتعزيز الاكتفاء الذاتي لشعوب منطقة دول الساحل الخمس.